هاي جسي. هاي جسي. مرحبا نادين. مرحبا نخلة. توتر السياسي قد ايه عم بيأثر على وضعنا الاقتصادي؟ أكيد كتير كتير. اليوم الملفات ملحة ومجلس الوزراء لا يجتمع، يعني بلد واقف، ونحن ما بدنا ننسى أنه صرنا عم نعاني من 2011 من تراجع للنمو وتعطيل لعمل القطاع الخاص كما المؤسسات العامة. تفضل. الله يستر. تفضل. الدولة غائبة عن سمع هموم المواطن بظل التعطيل المستمر للسلطة التنفيذية والملفات الملحة تتراكم، ونضيف إلها اليوم أزمة تلوح في الأفق وقد تطال توزيع المحروقات. فنقابة الصهاريج تحذر مرة جديدة وترفع الصوت بوجه غبن يطال من فترة، ولا من يسمع ولا من يجيب. للمزيد حول هالموضوع بينضم لنا عبر الهاتف المسؤول الإعلامي لنقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. مرحب فيك ببيروت اليوم. الام تي في صوت من لا صوت لهم. تفضل. نحن منحييكم، حيي المشاهدين. أكيد لو من صوتكم ما بيوصل الصوت للمسؤول، نحن بنعرف هالشي. نحن في عنا مشكلة من فترة 6-7 أشهر بالبلد، ما بخفيك الموضوع، كل التجار اليوم واقع بمشكلة لأنه بتبيع باللبناني، بس تروح تشتري دولار البنك ما بيعطي الدولار كميات ليتحرك فيها التاجر بالسوق، عاد يشتروا الدولار من الصرافين. اليوم الدولار موجود 1530، هالشي معقول؟ نعم. والدولة اليوم بعدها بسعر 1507.5، منشآت النفط بالظهراني الدولار 1500. طب شو خص التجار بهذا الموضوع؟ نحن من ناشئ فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس الوزراء، سعادة الحاكم لحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأنه فادي. كلنا ركبين نعم. بالباخري وبس تغرق الباخري. نعم ولكن نعم سيد فادي، اليوم الصرافين يعني سوق حر لما تذهب عند الصراف والمصارف عندها كوتا معينة، لماذا لا تتوجهون لإيجاد حل عند المعني الأول وهي وزارة الطاقة المعنية الأولى بينكم وبين المحطات، يعني أنتم بين الشركات المستوردة والمحطات، لماذا لا تتوجهون إلى مرجعكم؟ كان ثابت محطات ونقيب البراكس، كان في اجتماع الاسبوع الماضي مع معالي الوزيره بحضور مدير العام وما لقينا الحل. الحل عند معالي الوزيره انه بنفرض على الشركات يبيعوكم باللبناني، هذا منه حل لانه نحن اجتمعنا بالشركات. ولكن نعم نحن البضاعه باللبنان منا نحن عم بس يا سيد فادي انا معك، ولكن ايضا المحطات ما بتقبض بس باللبناني، كثير الكثير من اللبنانيين يدفعون ثمن البنزين بالدولار ان كان عبر البطاقات او كاش. هذا الكلام غير صحيح، ما في 2% دولار بالبلد اليوم. يا استاذ فادي ارقامي بتقول انه 30 الى 40% مما تتقاضاه محطات البنزين هو بالدولار. نحن بنعرف هذا الشيء انه منه صحيح، ما بقى في دولار بالبلد اليوم، في مشكله بدنا نحل هيدي المشكله لانه نحن اليوم منا بلد منتج، كمان الشركات بيستوردوا محروقات من برا، اذا ما نحل هذا الموضوع باسرع وقت راح يكون في مشكله بالبلد يا ستنا. هل تهددون بوقف تسليم المحروقات الى المحطات؟ ما بدنا نعمل مشكله اليوم، الله يرضى عليكي. انا عم بسال، انا ما عم بعمل مشكله، انت عم تعمل مشكله سيد فادي. انا عم بسالك الى ماذا تتجهون؟ اكيد اذا ما كان في دولار عندنا يا استاذ، الدولار موجود يا سيد فادي، انا عملت اتصالاتي قبل ما نوصل على الهواء، الاسواق رايقه والدولار موجود، المصارف عندك كوتا معينه بتلتزم فيها، والصرافين سوق حر، مشكلتكم مش بالدولار بالسوق، مشكلتكم انتم بين الشركات يلي بتستورد النفط بالدولار وبين المحطات، ما تعملها ازمه وطنيه بالدولار. هذا رايك، نحن بنعرف انه الدولار مفقود بالبلد، ما في كميات وما معنا نقعد بخيط اصبعنا. نعم. هذا الواقع اليوم بالبلد، هذا رأي وهذا الشيء موجود. سيد فادي انتم كنقابة صهاريج عم تعرض صوتك وعم تعرض مشكلتك انه كن انتم عم تقبضوا باللبناني وما عم تقدروا تلاقوا دولار لحتى تسددوا للجهات المعنيه، انا بتمنى عليك انك تتوجه الى المعني الاول وزاره الطاقه والمعني الثاني وزاره الماليه، نحن حبينا انه يوصل صوتك، ولكن انا اعيد التاكيد عبر هالمنبر من بعد الاتصالات يلي عملتها، من بعد ما حكينا سوا تحت الهواء انه اليوم ما في مشكله بالدولار
المصارف موجودة بتلبي الطلب، عندك كوتا معينة طبعا لأنه في تهريب للدولار خارج لبنان لازم نحن كمان ننتبه له خاصة بموضوع البنزين، والصرافين هي صراف هو تاجر سوق حر يعني، وبالتالي اليوم ال 15 ليرة الإضافية ليست ما بتخلق أزمة. أنا بدي أشكرك على هالمداخلة، نحن وصلنا لك صوتك عبر الام تي في ونتمنى أنه ينحل هذا الموضوع قبل ما توصلوا إلى الإضراب. السيد فادي أبو شقرة مسؤول الإعلامي لنقابة السهري، شكرا جزيلا لك. صنفت الولايات المتحدة رسميا الصين كدولة بتتلاعب بالعملة واتهمت بكين بإضعاف اليوان بوقت بتتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين، والخطوة الأمريكية تلت سماح الصين ببداية هالأسبوع لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار خلال عقد تقريبا، ما تسبب بغضب الرئيس ترامب. وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مناتشن وبموافقة الرئيس ترامب صنف الصين دولة بتتلاعب بالعملة، ونتيجة لذلك سيدعو صندوق النقد الدولي إلى إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة لخلقتها الإجراءات الصينية. وكان انخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل كل دولار بعد إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة ب 300 مليار دولار. واصلت دول عدة وعلى رأسها الصين استيراد كميات كبيرة من النفط الإيراني رغم تشديد العقوبات الأمريكية على طهران ببداية أيار، بحسب صحيفة نيويورك تايمز اللي تابعت حركة 70 ناقلة نفط إيرانية، 12 منها على الأقل أوصلت شحنات من النفط إلى الصين ولزبائن آخرين على ساحل البحر المتوسط يرجح أنه يكونوا تركيا أو سوريا، ويرجح أيضا أنه يكون عدد هالناقلات قد أطفأ الإشارات اللي بتلتقطها الأقمار الصناعية لتحديد موقع السفينة. وكانت واشنطن أنهت بأيار الماضي الاستثناءات اللي بتتيح لثمان دول شراء النفط الإيراني بغرض عزل إيران بشكل شبه تام عن النظام المالي العالمي وجعلها تخسر معظم زبائنها. وكانت ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه شراء النفط الإيراني منه أمر غير قانوني إلا أنه قرار واشنطن أحادي الجانب يحظر على الشركات اللي بتنتهك العقوبات وتعرض نفسها لإجراءات انتقامية إذا تعاملت مع بنوك أمريكية. ونتيجة العقوبات تراجعت الصادرات الإيرانية للنفط من أكثر من 2 مليون برميل يوميا ببداية 2018 إلى 400,000 برميل يوميا بتموز الماضي. أمر الرئيس دونالد ترامب بتجميد كامل لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو بالولايات المتحدة بسبب ما أسماه استمرار اغتصاب السلطة. وبحسب المرسوم الرئاسي اللي نشره البيت الأبيض، الممتلكات لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو حتى التلاعب فيها. كما يحظر أي تعامل مع السلطات الفنزويلية ما يضع فنزويلا بنفس المستوى مع دول ككوريا الشمالية، إيران، سوريا وكوبا. أخيرا نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كونه لا يريد التفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب. بالتزامن أعلنت المفوضية الأوروبية اللي كانت رفضت إمكانية إعادة التفاوض على اتفاق الخروج كونه أفضل الممكن، أعلنت موافقتها بدء مفاوضات جديدة لتفادي خروج فوضوي للجانبين. إلى جولة الأسواق نبدأها طبعا من بيروت. ببيروت تباين بالأداء اليوم، أسهم سوليدار عم تسجل بعض الخسائر ولكنها عم تستقر فوق مستويات $6. تراجع بتداولات الخليج بظل عدم الاستقرار العالمي وطبعا المخاوف المترتبة من اشتداد الحرب الصينية الأمريكية وتداعياتها على النمو العالمي. طبعا الأسهم اليابانية عم تتراجع ولأدنى مستوياتها من بداية هالسنة بضغوط مثل ما ذكرنا من المخاوف من وقوع حرب تجارية كاملة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد ما صنفت واشنطن بكين على أنها متلاعبة بالعملة. الأسهم الأوروبية عم تسجل أيضا انخفاض عند حدود الاستقرار ولكن على خلفية تراجع استمر على مدى يومين، أوصل المؤشرات إلى أدنى مستوياتها من 3 سنوات وهدأت من المخاوف بيانات ألمانية متعلقة طبعا بالنمو الاقتصادي وكانت إيجابية.
من أوروبا إلى السلع، أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بست سنوات مع تصاعد حدة الصراع التجاري، ما بيدفع المستثمرين إلى بيع الأصول عالية المخاطر أي الأسهم والإقبال على الملاذات الآمنة كالذهب، كما ارتفعت أسعار النفط اليوم بظل توجه ومراهنة المستثمرين على انخفاض الأسعار مجددا. إلى تداولات العملات، اليورو دولار مستقر بانتظار المزيد من البيانات وعم بيسجل مستوى 1.12 تقريبا بهاللحظات. المزيد من المتابعة الاقتصادية بالنشرة المسائية من تابع بيروت اليوم. شكرا جيسي.